أهلا وسهلا بكم بالدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. اليوم راح نتكلم عن مادة العلوم للصف السادس الابتدائي، الوحدة الثانية، جسم الإنسان وصحته. درسنا اليوم راح نشرح عن الراجع، الفصل الثالث، أجهزة في جسم الإنسان. راح نبدأ أول بالجهاز العصبي وبعدين الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي. الجهاز العصبي مثل ما أخذنا هو من أهم أجهزة الجسم، من أهم أجهزة الجسم. هذا الجهاز العصبي يقسم إلى جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي أو محيطي. الجهاز العصبي المركزي يقسم إلى دماغ وحبل شوكي، دماغ وحبل شوكي، والدماغ يقسم إلى مخ ومخيخ ونخاع مستطيل. أجي بالنسبة للمخ، هو أكبر أجزاء جزء من أجزاء الدماغ، ويضم مراكز الذاكرة والتفكير، وينظم المعلومات التي تستقبلها الحواس. إذن وظيفة المخ هي يضم مراكز الذاكرة والتفكير وينظم المعلومات التي تستقبلها الحواس. فممكن يجيني فراغ، فراغ هو أكبر جزء من أجزاء الدماغ، فأقول آني أن المخ هو أكبر جزء من أجزاء الدماغ. أما بالنسبة للمخيخ والنخاع المستطيل، سنأخذ هذه التكملة بالأسئلة الموجودة. أجي ممكن يجيني سؤال يقول لي الإيعاز العصبي، هذا أقول جهاز عصبي، فتنتقل الأوامر من الدماغ إلى أجزاء الجسم عن طريق الإيعاز العصبي. فتعريف الإيعاز العصبي هو انتقال الأوامر من الدماغ إلى أجزاء الجسم، انتقال الأوامر من الدماغ إلى أجزاء الجسم. زين، بعدين عندي جهاز هيكلي، عندي جهاز هيكلي. الجهاز الهيكلي هو يقسم إلى جهاز هيكلي اللي هو محوري وجهاز هيكلي طرفي. الجزء المحوري يقسم إلى عمود فقري وجمجمة والقفص الصدري. الجمجمة هي أول أجزاء الهيكل المحوري، وهاي الجمجمة وظيفتها هي حماية الدماغ وأعضاء الحسم من المؤثرات الخارجية. أما بالنسبة للعمود الفقري فهو الجزء الثاني من الهيكل المحوري، وهو المحور الذي يحمل جسم الإنسان، ويتكون من 33 فقرة، يتكون من 33 فقرة. أما بالنسبة للوظيفة مال العمود الفقري، هو يعطي الانتصاب الوضعية المنتصبة لقامة الجسم، وبالإضافة إلى أنه يقوم بحماية الحبل الشوكي الذي يمر من خلاله. زين، بعدين عندي جزء أخير اللي هو القفص الصدري. هذا القفص الصدري مكون من أضلاع وعظم القص، أضلاع وعظم القص. هاي العظام لازم ترتبط، هاي العظام لازم كلها ترتبط. فشون ترتبط؟ عن طريق تراكيب تسمى بالمفصل. فالمفصل هو تركيب يربط عظمين مع بعضهما ويسمح للعظام بحرية الحركة. وبعد أكو فد شيء، قلنا العظام كلها يحيط حولها عضلات. هاي العضلات شلون ترتبط بالعظام؟ ترتبط عن طريق الأوتار. فالأوتار هي تراكيب تربط العضلات بالعظام. وقلنا العظام هي أصلا نهاية كل عظم أكو غضروف، نهاية كل عظم أكو غضروف. فتعريف الغضروف اللي هو كلش تعريف مهم، هو تركيب مرن يغلف نهاية كل عظم ويمنع احتكاك العظمين ببعضهما وإصابة الجهاز الهيكلي بالأمراض. أوكي، زين، أجي الفراغات اللي ممكن تجي من البكالوريا. سؤال ثاني، أكمل الجمل الآتي، ممكن تجيني فراغات. أكبر أجزاء الدماغ هو منه؟ هو المخ. تعد العضلة القلبية من أنواع العضلات اللا إرادية، لأن أنا ما أقدر أتحكم بيها. يتكون القفص الصدري من قفص صدري من يتكون؟ يتكون من أضلاع وعظم القص. العضو الذي تنتشر منه الأعصاب المحيطية هو الحبل الشوكي، لأن الحبل الشوكي تنتشر من عند كل الأعصاب. تركيب مرن يغلف نهاية العظم، شنو اللي يغلف نهاية العظم؟ هو الغضروف، فاستونا قلنا حتى يحميه. تحيط فراغ بالدماغ وتحميه من الصدمات والمؤثرات الخارجية. الجمجمة تراكيب عظمية قرصية الشكل، يتكون منها العمود الفقري. من شنو يتكون العمود الفقري؟ من فقرات. عندي ثمانية، فراغ وتركيب عظمي يربط عظمين مع بعضهما، من هو؟ قلنا المفصل. عندي بعد
بعدين أجي هاي الأجزاء بعدين بالفصل الرابع نشرحها. أجي على السؤال اختر الإجابة الصحيحة. الجزء المسؤول عن حفظ توازن الجسم هو المخيخ. ما أهمية الجمجمة للدماغ؟ الحفاظ عليه من الصدمات، تحافظ عليه من الصدمات. طبعا الطلاب أني أتبع الأسئلة الاختيارات مثل ما تجيني بالبكالوريا، وهاي الأسئلة اللي هي تكون مهمة. العظم الذي تتصل به الأطلاع من الأمام هو عظم القص اللي هو موجود بالقفص الصدري. من أمثلة المفاصل الثابتة في الجسم، يا مفصل ثابت قلنا مفصل الجمجمة. تكون العضلات التي ترتبط بالعمود الفقري هي عضلات قصيرة، أما العضلات اللي تكون بالبطن فتكون عريضة، والعضلات اللي موجودة في الساقين فتكون عضلات طويلة. زين، من أي نوع تتكون عضلات الوجه؟ هي من أي نوع تصير عضلات الوجه؟ هي عضلات إرادية، لأن أنا كيف أقدر أحرك وجهي. ما أطول عظام الجسم في الإنسان؟ الفخذ، كده هو أطولها وأقواها همينة، لأن كل ارتكاز الجسم يصير عليه. ما العضو العضلي بين أعضاء جسم الإنسان التالية؟ المعدة طبعا هي عضو عضلي. ما العضو الذي يحتوي على أكبر عدد من العظام في الجسم؟ قلنا اليد تحتوي على 27 عظمة. بعدين أجي السؤال بعده، ضع كلمة صح أو خطأ ممكن تجيني بالبكالوريا. المخيخ هو جزء مسؤول عن حفظ توازن الجسم، صح. يبلغ عدد العظام في جسم الإنسان 206 عظمة، همين صح. زين، ما سبب كل مما يأتي؟ يقول تعد عضلات المعدة من العضلات اللا إرادية. ليش؟ لأنه لا يمكن التحكم بعملها، أما إذا كانت عضلة أنا أقدر أتحكم بها فتسمى بعضلات إرادية. زين، أجي هسا عندي قارن، ممكن يجيني بالبكالوريا قارن بين العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية. الإرادية يمكن التحكم بها، أما اللا إرادية فلا يمكن للإنسان التحكم بها. العضلات الإرادية من أمثلتها الذراعين، أما العضلات اللا إرادية فمن أمثلتها عضلات المعدة والقلب. العضلة الإرادية ترتبط بالهيكل العظمي، أما العضلات اللا إرادية توجد في الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان. كل العضلات اللي ترتبط بالهيكل العظمي أنا أقدر أقول عليها هي عضلات إرادية، لأن أنا أقدر أحركها. سؤال ممكن يجيني بالبكالوريا، أجب عن ما يأتي. ما وظيفة كل من ما يأتي؟ مثلا جهاز العصبي. جهاز العصبي ينظم عمل الجسم وينسق جميع أنشطة الجسم ووظائفه على مدار اليوم. أما الجهاز العضلي فأعطاء الجسم شكله الخارجي والحركة والمرونة. والجهاز الهيكلي هو يوفر الحماية والدعم والإسناد للجسم. ماذا يسمى انتقال الأوامر من الدماغ إلى أجزاء الجسم؟ يسمى بالإيعاز العصبي. ما الجزء الأول من أجزاء الجهاز العصبي؟ هو الدماغ. ما الجزء الذي يمثل المحور في الجهاز الهيكلي؟ هو العمود الفقري. ماذا تسمى مناطق ارتباط العظام ببعضها؟ المفاصل، هاي كلها استمرينا عليها احنا. ماذا تسمى العضلات التي ترتبط بالهيكل العظمي؟ هي العضلات الإرادية، ترتبط بالهيكل العظمي. ترتبط العضلات والعظام عن طريق تراكيب معينة، ما هي؟ الأوتار. ما أقسام الجهاز الهيكلي في الإنسان ومن يتكون كل قسم؟ الجهاز الهيكلي والجهاز الهيكلي محوري وطرفي. المحوري اللي هو الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري، الأشياء الأساسية بالجسم بالنص، جمجمة عمود فقري وقفص صدري. من اسمه طرفي فهو حزام الكتف والأطراف العليا وحزام الحوض والأطراف السفلى. ماذا سيحدث لو كانت الأعصاب في جسم الإنسان غير متصلة بالعضلات؟ فالإنسان ما راح يقدر يتمكن الإنسان من الحركة وتتوقف الأعضاء جسمه عن العمل. زين، ما التشابه بين المعدة والقلب؟ يقول يتكون كل من القلب والمعدة من عضلات لا إرادية وعملها غير خاضع لسيطرة الإنسان. هذا كل اللي يخص الأسئلة المهمة أو المراجعة اللي موجودة بالفصل الثالث.